كلنا سمعنا عن الخناقة الكبيرة اللي حصلت ما بين عمرو أديب ومحمد رمضان، واللي استمرت لشهور في الإعلام والسوشيال ميديا، وبعد كده اتنقلت للمحاكم. عمرو أديب قرر إنه يجرر محمد رمضان في المحاكم، وبالفعل تم تحديد جلسة 20 ديسمبر اللي جاي في محكمة جنوح أكتوبر لتحديد مصير الخلاف الكبير بين عمرو أديب ومحمد رمضان. بس يا ترى إيه السر الحقيقي في الخناقة اللي بينهم؟ وإيه مصير محمد رمضان في المحاكم؟ أسرار جديدة هنكشفها لكم لأول مرة في الفيديو ده. أنا آية يونس، فخليكم معايا. في تطور مفاجئ للأزمة الكبيرة اللي بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان، أحالت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر البلاغات الكتيرة المقدمة من عمرو أديب ضد محمد رمضان، واللي بيتهموا فيها بالسب والقصف للمحاكمة الجنائية، علشان يكون مصير الفنان الشهير قدام المحكمة بعد ما جرجروا أديب في المحاكم، علشان يتم تحديد جلسة 20 ديسمبر للنظر في البلاغات دي ويكشف معاها مصير الفنان المشهور. طب ايه هو التفاصيل بتاعت الخلاف اللي ما بينهم؟ البداية كانت لما وجه الإعلامي عمرو أديب انتقاد لرد فعل الفنان محمد رمضان بعد إلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويضاً للطيار أشرف أبو اليسر، وده بسبب الأضرار اللي حصلت له بعد الصورة اللي تصورها محمد رمضان وهو في غرفة قيادة الطيارة. لكن محمد رمضان رد على إلزامه بدفع الفلوس بفيديو استفزازي ظهر محمد رمضان في حمام السباحة وهو بيرمي دولارات في المية كأنه مش همه الفلوس. عمرو أديب قال خلال برنامجه إيه الحكاية اللي بيتذاع على MPC مصر إن اللي عمله محمد رمضان ده بيستفز بيه مش عائلة الطيار بس، لكن بيستفز فيه كل مواطن في مصر بيكافح عشان لقمة العيش في الوقت اللي بيرمي فيه الدولارات في المية. وقال له بالنص: انت عدو نفسك، بترمي الفلوس في بلد الناس طفحة فيها الكوتا، اللي عمله محمد رمضان ده موقف ما يطلعش من حد واعي، يا محمد اللي احنا كنا فاكرينه موسى طلع فرعون. لكن محمد رمضان رد عليه فيديو نشره على حسابه على الفيسبوك وقال له فيه وهو بشخصية رفاعي الدسوقي بيسخر منه: بس يا بابا. مش بس كده، لكنه نشر مقطع من واحد من فيديوهاته بعد كلام عمرو أديب وهو بيقول له: انت حاشر دماغك ليه؟ الفيديو ده اللي خلى الإعلامي عمرو أديب يدخل في حالة من الغضب الكبيرة جدا ويطلع في برنامجه ويقول: الإنسان المتربي نعمة، ولو الإنسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه زي كده. في ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، ما عنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب ومش هدخل في جدال قليل الأدب، ولكن لو ما حدش رباك أنا هربيك. عمرو أديب قال كمان: في قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة اللي قام بيها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع بيه المستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا أنت، علشان يرفع عليه دعاوي قضائية كتيرة ويتجرجروا في المحاكم ويتم تحديد جلسة 20 ديسمبر علشان تكون مصير محمد رمضان فيها، ولا العقوبة في قضايا السب والقصف بتكون الغرامة والحبس لمدة 3 سنين. فيا ترى مين اللي هينتصر فيهم في النهايه؟